للبيت عندنا، فانا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون زي اي حد، فوالدي اللي رد، فكابتن جوهري بيقول له مساء الخير انا عايز الحديدي، فقال له انا الحديدي، فقال له انا جوهري، قال له ازيك يا جوجو، فبقول له بابا انت بتكلم مين؟ فقال له لا انا عايز عمرو، فقال لي ده حد بيهرج، خد ده شكله حد بيهرج، عايزك يا كابتن. يا كابتن جوهري يا عمرو، هات شنطه لبسك وتعالى على الدار احنا في انتظارك. ليه يا كابتن؟ احنا مسافرين في 4 5 ماتشات قبل المغادره لبرشلونه، هتسافر معانا. بجد يا كابتن؟ اه. لميت الشنطه وسافرت. دي اول لحظه. قعدنا في المعسكر يومين بالظبط. اخر يوم والدتي كلمتني قبل ما اسافر، فبقول لها ايه يا حاجه؟ قالت لي انا عايز 4 حاجات، ابني يرجع نجم وما يتهدش ابدا، وتبقى عارف انك رايح تسعد اهلك واخواتك. قلت لها خلاص، قولي يا رب ادعي لي بس. انا بقول لك انت بتقلبي القديم. طب خلاص خلاص. فقلت لها خلاص ماشي. سافرنا اول سفريه مع المنتخب الاولمبي مع الدكتور محمود سعد رومانيا. هلعب ولازم تلعب ولازم تبقى متواجد ولازم تثبت نفسك واسمك واسم اهلك واخواتك، لازم ده يتم. فعلا لعبت اول مباراه ضد منتخب رومانيا، ضد 2 لعيبه من المشاهير هاجي ولاكاتوش. عمري ما هنسى الحاجات دي طبعا. تعادلنا 1-1. المباراه اللي بعدها هنلعب منتخب بولندا، تعادلنا 0-0. المباراه الثالثه بره الحسابات خالص، هنلعب منتخب ايطاليا. فدكتور محمود قال لي انت عارف هتلعب على مين؟ قلت له على مين يا كابتن؟ كلهم لعيبه زي بعض، انا مش مدرك اللي بيتقال. لعبت على ديل بيرو، نجم من نجوم ايطاليا، كان ساعتها المدرب ارتوبيلي، وكان دينو باجيو بيلعب، وكان باجيو، وكان مالديني. اول 35 دقيقه عملنا كل حاجه في الكوره، وكان الشكل العام شكله حلو، وجت ضربه جزاء ترقيصه من مصطفى صادق لمدافع ايطاليا، ضربه جزاء شاطر من مصري، جون، وفي اخر دقيقه تعادلوا معانا 1-1. منتخب الاولمبي بيرسم سيناريو للشعب المصري قبل ما نغادر، قبل ما ننتقل لبطوله برشلونه. تعادلنا مع منتخب ايطاليا الاولمبي 1-1. ففي مباراه بعدين نرجع مصر نستلم الملابس اللي هتسفرنا على برشلونه، ونقيم في مصر اسبوع ونسافر على اسبانيا. المباراه دي كانت مع مباراه مع منتخب سوريا ومباراه مع منتخب لبنان. لعبت على منتخب سوريا، وكابتن محمود قال لي في فيرود عندهم لعيب كويس قوي، خلي بالك هم 2 فراوده بس جسمه كبير قوي، لعيب كبير. ده كان مهند البوشي اللي جه احترف ولعب في مصر. كسبنا منتخب سوريا 4-1. كان فراوده منتخب سوريا مهند البوشي وعفش، كان محترف في باوك اليوناني. عملنا مباراه عالميه، ورحنا على لبنان كسبنا منتخب بليده 2-1. سمعت مكالمه وانا بمشي في الطرقه، والله مش تصنت، الدكتور محمود سعد بيقول لي كابتن جوهري احسن لعيب هيبقى ليه كيان اسمه عمرو الحديدي. انا مش مصدق بقى، نزلت مصر بقى وخدنا اللبس ورحنا على اسبانيا واقمنا في برشلونه، وكان المطعم اللي احنا بنتواجد فيه اول مره تسافر بره، اول مره اركب طياره، اخرها قطر. الناس مش محتاجه ان الواحد يزايد ويقول دي ياما وياما وياما، لا، نادي الاهلي ومنتخب نقله، حلم بتعيش الحلم. لا نقله ما فيش بعدها. انت قاعده في المطعم اللي موجود في اسبانيا، اللي جنبك فريق هارلم ابطال العالم في الباسكت ومنتخبات، مش عارفين ايه ده. حصل اول مباراه بتاعت قطر وخسرنا 1-0، كنت بلعب على اطول لعيب في البطوله، صوفي، كان 198 سنتي، ما خدش ولا كره عاليه مني. المباراه اللي بعدها هنلاعب منتخب اسبانيا، كسبنا 2-0. لعبت على جارديولا شوط، بعد كده منتخب كولومبيا ما حدش كان مصدق، كان سبريلا. احساسك ايه كابتن لما شفت اللعيبه دي بعد كده نجوم بقى دلوقتي؟ بالظبط كده، احنا في الوقت ده كانوا عادي من نفس سننا بالظبط، بعد كده بقى هم نجوم يغزوا العالم. سبريلا ده من اسرع لعيبه كان في فريق كولومبيا، كسبنا 4-3. يعني اصعب ماتش كان كولومبيا، كسبنا 4-3، واسهل ماتش منتخب قطر وخسرنا 1-0. يعني ضيعنا جوان كتير قوي. فرجعنا، اول كلمه قريتها في منشطه الجرايد اللي جوه الطياره، الجوهري بريء من ولاد سعد. شفت الكريم من سنه كام؟
92 الجوهري بريء من ولاد سعد ما عدا الحديدي. خلاص نزلت بقى اي معسكر للمنتخب الكبير بقى متواجد فيه انا ونادر وهادي، بس الجمله دي اتقال اسمي انا بس. الجوهري بريء من ولاد سعد ما عدا عمرو الحديدي. عمرو الحديدي اكيد ذكريات عظيمه لما بتفتكرها يا كابتن، بس في ذكريات تانية لازم نرجع لها، وكواليس توقيعك للنادي الاهلي خصوصا قبلها بيوم الزمالك كان بيتفاوض مع